مع حضراتكم واخبارنا المحليه، ونروح لتصريحات الدكتور جمال محمد علي مدير اداره المدربين في اتحاد الكوره، ولاكد ان رخص التدريب الاولى والثانيه اتوقفت في مصر من ساعه سنه 2015، ودلوقتي هما بيشتغلوا ان هما يرجعوها مره ثانيه ويرجعوا الدورات لتجهيز العديد من المدربين عشان يقدروا ان هما يشتغلوا في الدوريات المصريه. وكمان قال لابد من وضع ضوابط لعمل المدربين الاجانب في مصر، لانه لابد طبعا ان المدرب الاجنبي تتوفر فيه بعض الشروط للعمل عمل في مصر، ولكن احنا دلوقتي مش هنقدر ان احنا نطبق الكلام ده في الوقت الراهن لغاية ما ترجع مرة تانية الرخص في مصر.